أن المدينة المنورة تعتبر البوابة الرئيسية لدخول الحجاج التشاديين إلى الأراضي المقدسة قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، فإن الاستقبال الجيد للحج التشادي فيها يعتبر أمرا ضروريا. لذلك فإن مجموعة ABA التي تضم عددا من الشباب التشاديين بالمدينة المنورة قد قامت بوضع استراتيجية جديدة، ذلك بهدف توفير الراحة التامة للحاج التشادي. تمثلت هذه الاستراتيجية أولا في توفير السكن لهم بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وكذا الإعاشة، أيضا توفير السيارات التي تنقلهم لزيارة مختلف الأماكن المقدسة فيها. حتى العمارة في منطقة والعمارة الثانية في جهة، الناس بعدين كانوا ينادوا يمشي يدور اللي قريبه ولا اللي رفيقه ما يلقى، كلها خلاص خلينا في منطقة واحدة. والشيء الأهم قربه من الحرم، ده طبعا ده أول استراتيجية. ونمبر اثنين اللي هو طبعا وضعنا باصات للمزارات مجانية للحاجة تشادي. قامت المجموعة أيضا بوضع استراتيجية صارمة لمنع عمليات التسلل بين الحجاج. كنا جبنا حراس أمن على العماير، خلاص أي زول ما من الحجاج كان ماشي زيارة ده ممكن، لكن إنما يجي يندس داخل ده برضه عملنا ترتيباتنا، والحمد لله السنة ده نجحنا إنه ما في تسلل، ما في أحد جاء من برا، وكل الحجاج الحمد لله والأمور تمام. عموما أن مجموعة ABA التي استقبلت حتى الآن أكثر من 4000 حاج، ذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة، تسير بصورة جيدة.